متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير، البرنامج الاسبوعي اللي كيهتم بقضايا الشباب والمواضيع اللي كتهم الشباب. وهذا الاسبوع هذا غادي نستضيف معايا شابه متميزه اللي دارت واحد العمل يوصف بزاف ديال الناس بطولي، هو انها عاونات واحد السيده باش تولد في التران، ما فكرتش في راسها وفكرت في السيده وفي لو بيبي. اليوم معنا ايمان درابش، مرحبا بك ايمان. شكرا امي على الاستضافه، شكرا كنشكركم بزاف، هذا شرف ليا انني نكون يعني معكم اليوم في البرنامج، وكنتمنى يعني تكون حلقه مزيانه اليوم. دونك نخلي لك الوقت باش تعرفي الناس براسك، شكون هي ايمان؟ انا ايمان درابش، 27 سنه، حاصله على الاجازه من المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، واللي كنشتغل يعني حاليا بالمركز الصحي من المستوى الثاني تانديد اللي فيه واحد دار الولاده اللي هي اللي كنشتغل بها، وانا فرحانه زعما حيت معاكم اليوم وشكرا. مرحبا بك ايمان. دونك انا بغيت نهضر معاك على النهار ديال اللي وقعت فيه اللي جا فيه السيده المخاض اللي كنتي فيه في التران، عاودي لنا شويه. كان الويكاند ديك الساعه، كانت اول ويكاند غادي نمشي للدار ديالنا، كنت راجعه من الدار يعني جايه باش نلتحق بالخدمه ديالي، لحقت الصباح مع 8:10 دقائق خديت التران ديال اللي غادي نجي به من القنيطره للقصير. فاش طلعت يعني التران كنكتشف ان من بعد واحد 5 دقائق بلي كاينه واحد السيده اللي كيقولوا بلي راه غادي تولد. ومن بعد يعني كرد فعل يعني اللي عادي نبت عندها الجري، ثم كنا انا وياها في نفس الكومبارتمون وصافي. وديك الساعه يعني نبت عندها ونبت عند العيالات سولتهم قالوا لي راها كتولد، حيت هي ما كانتش ديك الساعه قادمه مسكينه هذا اصلا يعني حتى الوكيته اللي فيها الوجع ديال الولاده يعني واجده باش تولد ما كنقدرش تقوت يعني صابره مسكينه. صافي هدرت معاها عرفت بلي راه يعني راه فيها الوجع بزاف، صافي يعني حاولت ديك الساعه جاوبت بزاف الافكار صراحه. انا خارجه يعني على نطاق الخدمه غندير واحد ما خفتيش، هذا هو السؤال، واش ما خفتيش ما قلتيش تقدر ترى للسيده شي حاجه ترى للبيبي شي حاجه؟ صراحه ضروري زعما يجيوك الافكار يعني مادام انا خارجه على السبيطار مليون ميديكاليزي ضروري غادي تخاف يعني ما كاينش باش تعتقد ديك السيده لا اكسجين لا يعني ماتيريال ريانيماسيون بالنسبه للبيبي يعني ما كاين حتى شي حاجه. انا ما عرفتش يعني الكونط فوديو ديال لا فام شنو عندها، شنو المشاكل، واش كانت عندها شي مشكل يعني في الحماله ديالها. ضروري غادي يجيو لي الافكار، ويعني فيها واحد المسؤوليه يعني اللي صراحه يعني واخا زعما ما تكلش ولكن راه يعني راه فيها مسؤوليه كبيره، ولكن يعني اي واحد سواء انا يعني واخا فام نقدر زعما هذا يعني شويه بحال خارج على القانون واحد شويه، ولكن اي واحد يعني هدرك تعتبر انك تعتقد واحد الشخص من الخطا، هذه يعني درتيها راك اعتقتي يعني هذا هو الدافع اللي خلاك انك ديري هذا الشيء، يعني درتيها راك اعتقتي الانسان من الخطا، يعني شنو كانت النتيجه راه المهم دخلتي ما اعتقتيش يعني انسان في الخطا راه حتى هي جريمه يتعاقب على القانون، سيرتو حنا اللي في ميدان الصحه يعني الا ما دخلتيش راه المشكل يعني واحد اخر عاوتاني. داكشي علاش وزد عليا يعني الضمير ديالي ما يخلينيش اني نسكت، حتى الدين ديالنا يعني الاسلامي راه ما يمكنش غادي يقول لكم من احياك انما احيا الناس جميعا، يعني ما نقدرش نسكت يعني هاد الافكار يعني تجاوب بزاف في راسي بزاف مشا يعني ضروري كان خصني نعتق السيده يعني في الاخر بقات الفكره الوحيده ان هاد السيده تولد. برافو عليك، هذا قرار شجاع، وكنظن انا بزاف ديال الناس الا كانوا في بلاصتك غادي يختاروا انهم ما يدير زعما كاينين واحد الناس اللي يقدروا يكونوا في حالك حتى هما ويعاونوا السيده، ولكن كاينين ناس اخرين ما يقدروش وغيفكروا في راسهم اكثر ما يفكروا السيده اللي قدامهم. انا بغيت نشوف معاك رد الفعل فاش شفتي لو بيبي يلا تزاد وماما، كيف كانت رد الفعل ديالك؟ صراحه اول يعني ما حيت كان طرا واحد الموقف ديال ان السيده مشات للطوالت، ديك الساعه كنت باقا ما قلبتهاش وكنت باغا ضروري تمشي للطوالت ديال التران، ومشات وتبعتها يعني قلت لها ضروري خصني نمشي معاها، حيت يعني انا كاي وحده يعني عارفه ان شي مره اللي كتولد يعني خصها تكون يعني في واحد البوزيسيون اللي مناسبه ليها ما توقفش يعني يقدر يهبط لها داك التربيه يعني اوتوماتيكمون مشيت معاها. صافي ملي مشيت معاها ما
هي يلا غادي تجلس في الطواليت، ما خليتهاش تجلس حيت خفت بزاف يعني داك لو بيبي يعني كيكون منو الارض صافي. ديك الساعه يعني نوضتها عاود جبتها صراحه. الفكره ديال انها جالسه في الطواليت وقدر داك التربيه يعني هبط لها في الطواليت خلعتني بزاف. مشيت ديتها جلسات، وديك الساعه فاش يعني دارت لاكوشمون وخرج البيبي وسمعت يعني هذاك لو برومي كري ديال ديك البنيته، فرحت بزاف يعني عرفت ان البنيته هي واحد الحاجه اللي مزيانه، ان البنيته دازت على خير وبركه الحمد لله. لا وكان يعني الحاجه الثانيه ان الام والولاده يعني ما جاتش شي كومبليكاسيون الحمد لله، يعني هذه شي حاجه مزيانه من عند الله. شنو كانت ديك الام مورا ما عاونتها؟ يعني اول كلمه سمعت من عندها مور ما يعني ولدتها وشديت البنيته وحطيتها فوق الكرش ديالها، يعني كيف ما كنديروا زعما باي ولاده باش يكون داك البرومي كونتاكت ما بين بيبي ولا ماما. قالت لي ما عمري غادي ننسى خيرك، يعني قالت لي شكرا بزاف بقات كدعي معايا، قالت لي الله يحفظك، يعني واحد الدعوي اللي مزيان بزاف صراحه. ديك الساعه انا شفت هي بخير وطبيعه بخير، وهذوك الدعوي يعني ما نكذبش عليك فرحت بزاف وحسيت واحد الحمل كبير اللي تحيد عليا ديك الساعه. الحمد لله انا كل شيء داز بخير، وانا متاكده انك شفتي في لي ريزو سوسيو بزاف ديال الناس وصفوا العمل ديالك بالبطوله، بزاف ديال الناس عجبهم شنو درتي. شنو حسيتي انت كشابه مغربيه قمتي بهذا العمل هذا؟ صراحة فرحت بزاف حيت اول حاجه يعني كانت واحد يعني بحال نقولوا بوز، ويعني بوز شي حاجه اللي ايجابيه ايجابيه يعني هذه اهم حاجه، يعني راك عارفه دابا يعني كيفاش دايره المواقع ديال التواصل والاخبار وداك الشيء، يعني فرحت بزاف الحمد لله. وشي حاجه اللي كتعجب المغاربه كاملين، يعني المغاربه ضروري كيعجبو اي واحد كيدير الخير، وهذا كانت احسن حاجه وفرحت بزاف حيت هذا كان شرف ليا، شرف المهنه ديالي، شرف العائله ديالي، الزملاء ديالي، حتى العائله ديالي بالخصوص الحمد لله، وشرف المرأة المغربيه. والمرأة المغربيه ضروري الحمد لله، يعني لان شفت بزاف ديال الناس التعليقات ديالهم على الخبر ديالك، بزاف ديال النساء قالوا زعما شوف تبارك الله المراه المغربيه علاش قاده، قادره انها تعتق روح، قادره انها تخرج تخدم، قادره انها دير بزاف ديال الحوايج. داكشي يعني المراه المغربيه يعني حتى هي الحمد لله دابا تمكنت انها يعني تقرا، انها تكون يعني امراه اللي حتى هي فاعله في المجتمع، وعلاش لا يعني حتى هي تكون بطاله، يعني ديما كنشوفوا حنا كنتمثلوا في لي فيلم ولي ديساز انمي اللي كنا كنتفرجوا كنشوفوا ديما البطل كيكون راجل الحمد لله، يعني حتى المراه دابا ولات تقدر تكون حتى هي بطاله، وهذا يعني في الواقع يعني بطله في الواقع ما كاينش ما احسن الحمد لله. داكشي اللي كنشوفوا والحمد لله، يعني هادشي اللي كيخلينا ديما نفتخروا بالمراه المغربيه وهادشي اللي اكيد. وانا ديما كنكون فرحانه بزاف ملي كنستقبل معايا شابات مغربيات اللي معتمدين على رؤوسهم وقادرين انهم يبدلوا الصوره النمطيه على المراه في المغرب. بغيت نرجع معك، علاش اختاريتي هاد الدومين ديال التوليد؟ اش غادي نقول لك صراحه، يعني كاي وحده يعني اللي كتكون تقريبا في الباك راك عارفه ديك الطريوب اللي كتكون كتقلبي على شنو اللي غادي ديري شنو التوجيه، يعني كانوا ديك الساعه كانت عندي يعني باك اس بي دي، كان واحد لي شوا راكي عارفه كيكون واحد لي شوا قدامك صافي. يعني كانوا هاد المعهد ديال المهنه التمريضيه وتقنيات الصحه كان هو من بين لي شوا اللي عندي، يعني وكان يعني الاب ديالي كان ديما كيقول لي يعني عجبو الحال انني نمشي لهذاك هو المعهد اللي نمشي ليه، يعني ما بين هذوك المدارس كامل، وسيرتو انه يعني كاين في القنيطره يعني عندنا في هذا كان يعني باغيني نلقى قريبه لي صافي. ديك الساعه بقات لي غير شنو نختار الشعبه فين، حيت كنت ما كنعرفو بزاف الشعب اللي كاينين، من بين الشعب يعني اللي شويه ديك الساعه ما كانش عندي معلومات عليهم كانت هي ساش فام. بقيت كنقلب عرفت بلي راه لاساج فام يعني راه كتب البنات، وكاينه بزاف ديال الحوايج اللي كدير لاساج فام من بينها البرنامج الوطني المتابعه للحمل، كتهتم حتى بالصحه ديال الام والطفل يعني اللي فيها تلقيح تدي الناس اللي كاين الصحه الانجابيه صافي. يعني اكتشفت بلي عندها بزاف الحوايج ماشي غير الولاده، ديك الساعه قررت انني نختار ساج فام، ويعني تحت الرغبه ديال الوالد ديالي، ولكن من بعد لقيت راسي في هذا الدومين
تناسب الشخصيه ديالي، والحمد لله زعما فرحت بزاف. ودابا يعني كنقول يعني هاد الدومين هو اللي كان مقدر اليوم كتب ليا، حيت دابا راضي على العيب واخا يعني الاكراهات الخدمه والمشاكل زعما، ولاني الحمد لله لقيت راسي. واخا بعيده على داركم اللي فهمت انك خدامه في بلاصه وداركم في بلاصه، يعني هذه شي حاجه اللي صعيبه شويه، حيت يعني من اول ما تافكتات يعني في البوست ديالي كان 24 شهر جوج، ومن هذيك الساعه يعني كانت جات كورونا كما تنعرفوا، كان الحجر الصحي يعني حتى تقطع ما بين الجهات وما بين المدن، يعني ما كانش نقدر نمشي عند والدينا. بقيت يعني شي تقريبا دابا شي سي موا، يعني تمكنت دابا مشيت عندهم. هذاك الويكاند كان اول ويكاند مشيت عندهم، صراحه جاتني صعيبه انني بعيده عليهم وفي هذه الجائحه بالضبط، كنت محتاجه الدعم ديالهم صراحه يكونوا قراب ليا، حيت ما حبسناش الخدمه وخدمه وكنا خدامين. كيف دازت الفتره هذه ديال الجائحه؟ دازت صراحه صعيبه بزاف على كاع الاطر الصحيه، يعني خصوصا اللي كانوا في الـ في الـ في, في وحدات ديال العزل ديال كوفيد، ولاني ما نساوش ان يعني كاع الاطر الصحيه اللي خدامه في السبيطارات كاملين حتى هما كانت صعيبه عليهم بزاف، حيت يعني كان خصنا نبقاو خدامين نقدموا الخدمات الصحيه يعني لكاع الناس، ونحميو راسنا ونحميهم ونقدموا لهم الدعم النفسي والوعي. اكيد الفكره ديالك واضحه. انا بغيت باش نسالي معاك، بغيت شنو هي الرساله زعما بما انك قمتي بهذا العمل البطولي كشابه مغربيه، شنو الرساله اللي تبغي توجهها للشباب؟ الصراحة يعني الرسالة اللي غادي نوجه لهم أنهم يعني يتشبتوا بالدراسة ديالهم وبالقراية ديالهم يعني بالخصوص، ويكون عندهم أهداف يعني من الكوليج من الليسي، يعرفوا ضروري شنو باغيين يديروا، وإلا كان عندهم يعني شي هكا شي مهنة اللي تيفكروا فيها يعني ما يتنازلوش ويخدموا مزيان، واليوم زعما ما يستسلموش ديما، ما يكونش استسلام يعني واخا يكون بزاف ديال المشاكل، يعني راه حتى حاجه ما كنوصلوا لها بالسهل، وديما يحاولوا يكونوا فعالين في المجتمع، حيت كيف ما كنشوفوا يعني دابا كاين بزاف يعني ديال الحوايج اللي يقدروا يقدموها للوطن ديالنا اكيد الشباب كاملين وحتى هذا يعني البلاد ديالنا. اكيد شكرا لك بزاف ايمان، شكرا جزيلا من وقتك وتقاسمتي معنا المغامره اللي عشتيها في التران، كنتمنى لك التوفيق. ما كاين حتى مشكله، يعني هذا كان شرف ليا انني تصادفوني، وكنت انا من الشباب اللي يعني اللي كتركزوا عليهم، يعني هذا شرف ليا. الله يحفظك، شكرا. الحمد لله صراحه فرحت بزاف، وكنتمنى يعني يكونوا بزاف الناس اللي كيديروا بزاف الحوايج بحال هكا، ويخليونا يعني نعطيو واحد الصوره جميله على الشباب ونزيدوا القدام بالتنميه ديال المغرب والتنميه الذاتيه ديال اي واحد فينا، يعني يزيد بها القدام داكشي اللي كاين. وهكا متابعينا غادي يكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا لهذا الاسبوع، وموعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده، فكونوا دائما في الموعد. شكرا استضافتك.